يعني سلطان الالحان، كلمنا عن سلطان الالحان. لا ده بليغ، ده حدوته كبيره الحقيقه. وحب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ لا ده حب ايه، دي اول لحن ليه عمله لست ام كلثوم. بالمناسبه بليغ كان يحب اللحن ده جدا لسبب يعني غريب. على وهو ده وهو الاستاذ محمد حسن الشجاعي، ده كان المسؤول عن الغنى والموسيقى في الاذاعه المصريه، ده كان راجل مهم جدا، وده رفض يعتمد بليغ في البدايه كملحن. قال له يا بليغ يعني لازم تروح تدرس، انت عايز تنافس عبد الوهاب والصنباطي والاصابجي، وكان في اساطين، كان في اسطوات كبار في التلحين في الوقت ده. قال له عشان تنافسهم لازم تروح تدرس، تعلم الاول مزيكا، ورفض ان هو يعتمده كملحن في الاذاعه، اعتمده كمطرب على فكره. وتاني يوم اتذاعت الحفله بتاعت حب ايه، الحفله الخميس، الجمعه لقى في تليفون في البيت، الاستاذ الشجاع عايزه، قال له تعدي عليا في الاذاعه. فقال له ما تقوليش، قال له الجمله الكلاشيه، انا كنت بقرص عليك عشان تطلع افضل ما عندك. ايوه تمام. عارفها الجمله دي، اتقالت كتير في المبنى طبعًا. ده بس الحقيقه بليغ كان سعيد ان الاستاذ الشجاع كلمه وقال له تعالى اعتمدك كملحن. ده كان بعد اغنيه حب ايه.